السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي قناة رودي كيتي. النهاردة إن شاء الله جايب لكم خبر عن العاصمة الإدارية الجديدة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيبحث مع مستثمرين مقترحا لإقامة مدينة ترفيهية وثقافية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الاجتماع اللي تم مع عدد من المستثمرين. هقول لكم التفاصيل دلوقتي، يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة. أكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة بكل الأفكار الجديدة والاهتمامات ببحث ودراسة وتقييم مختلف المشروعات المقترح تنفيذها ضمن إطار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع ضم عددا من المستثمرين مقترحا لإقامة مدينة ترفيهية وثقافية متكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة بكل الأفكار الجديدة والاهتمام ببحث ودراسة وتقييم مختلف المشروعات المقترح تنفيذها ضمن إطار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بوجه عام. وطالب رئيس الوزراء ببحث أوجه وطبيعة التعاون في المشروع والتمويل المحدد له، خاصة أن تكلفة هذا المشروع ضخمة جدا، مضيفا إلى أن العاصمة الإدارية تتمتع بعد أن أصبحت منطقة استثمارية ألف بعدد من المميزات التي يقررها قانون الاستثمار تجعلها تحظى بفرص واعدة لجذب الاستثمار في مختلف المجالات. ومن جانبهم عرض الحضور من المستثمرين تقريرا حول المشروع الذي يستهدف إقامة مركز ترفيهي ضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، يكون نقطة جذب سياحي جديدة وحديثة ومنارة تستقطب من ينشد سياحة الثقافة والفنون الترفيهية من زوار مصر ومواطنيها، بحيث تنافس العديد من الأسواق السياحية في الإقليم وتضمن استعادة الريادة المصرية في مجالات القوة الناعمة. وأكدوا أن هذا المشروع عملاق ويقوم على الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة من حدائق ودور فنية مثل الأوبرا والمسارح، وذلك عبر صياغة وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة ومستدامة لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الفنية العالمية والمحلية من خلال إبرام شراكات مع مدن ومراكز الترفيه العالمية لإتاحة بيئة ترفيهية كاملة تحفز الاستثمار وتدعم الفنون، إلى جانب إقامة أحداث فنية لكبار النجوم وفرق الغناء الشهيرة محليا وعربيا وعالميا، وكذلك عروض ترفيهية عالمية ومهرجانات فنية وثقافية وشعبية تحاكي ما يقام في عواصم العالم الشهيرة. وأضاف المستثمرون أن التصور المقترح يتضمن إنشاء عددا من الحدائق الثقافية والترفيهية المفتوحة والمغلقة على أن يتم تجهيزها لاستقبال الفعاليات والجمهور المستهدف مع التعاون مع كبرى شركات الحدائق الترفيهية والعالمية من أجل تنفيذ الأحداث الفنية الجاذبة بمعايير عالمية محترفة تواكب أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب أكون أفدتكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله هيبقى مشروع ضخم طبعا من المشروعات الكتير الناجحة اللي بتقوم في العاصمة الإدارية الجديدة. وياريت تتابعونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصري بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.